وسامعه اللي بيدور في دماغك. عايز تقول ان انا اللي بلغت عن حازم مش كده؟ لا مش هقول، انا مصدقك يا مسك. بس سامحتك طبعا ان انا اشيل الالقاب دي. سامحالك من زمان، بس انت بتستخدمها وقت ما تحب وتشيلها وقت ما تحب. ما كنت بسألك ايه اخرتها، ما كانش قصدي لوم ولا عتاب. انا بس كنت عايز اقولك ان اللي جاي اسوأ، وهو بيحصل اهو. مسك امور عماله تكبر وتتعقد، سواء انت مسؤولة عنها ولا لا مش فارق. كفاية كده بقى، كفاية. يا علي مش انا، مش انا السبب في اللي بيحصل، مش انا. مش فارقة، كل اللي عايزة تثبتيه سواء لنفسك او حتى للي جم عليكي حصل. العدالة اللي بتدوري عليها اهي بتتحقق. هو انت شايف كده فعلا ولا بتقول كده بس عشان تديني؟ انت يا مشاو يا مسك نار مش عليها، يا اما ندلق عليها ميه لو نطفيها، يا ندلق بنزين وتفضل ماسكه فينا العمر كله. روحك التعبانه دي لازم ترتاح، تهدى، تروق. ارمي حمولك، عيش حياتك. ده من أول وجديد، انت لسه في عز شبابك. كلام سهل والتنفيذ كمان سهل، وأول خطوة تعمليها تتخلصي من الشركة الملعونة دي. سافري يا مسك، كفاية كده، كفاية. أي خسارة ممكن تتعوض. تتعوض؟ هو أنت عشان كده خدتني من إيدي وديتني دار يتام توريني أطفال صغيرين؟ مش عارف إن ده بيقلب عليا المواجع؟ ده ما كانش قصدي خالص. المشكلة إني عارفة إنك مش قصدك. من يوم ما قابلتك زمان وأنا عارفة إنك طيب. قلبك أب. هو ده اللي أخرني. ما عرفتش أبقى صلاح عندي. خليك كده يعني. بس عشان خاطري خف على هنا شوية. أنا خلاص ما بقتش عارفة العيا منين ولا منين. حاضر يا مسك. وانا زي ما عدتك هفضل جنبك. ماشي، انا همشي عشان خلاص دماغي وقفت مش عارفه افكر. خليك انت هنا عشان الدنيا ما تفرطش. ما تقلقيش، مفيش حاجه هتفرط. واول ما نفهم حازم ده ودارت مسك في ايه، كل القلق اللي عند الموظفين تحتها يروح لحاله. ما تقلقيش. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.